ليش نقطع التصوير؟ ما يقطع التصوير. لا الموضوع شنو؟ الله يساعدك حجي. حبيبي الموضوع شنو حتى احكي على ضوء؟ حال المدينة شلون؟ حال جيد. الناس شلون عايشين؟ جيد حلو حكي. هسه واضح السؤال بس حال المدينة؟ طبعا جايين قطارين. حلو حكي. اهلا وسهلا. الله انتم الفلوجة قناة اهل الرمادي. الله اخواننا السنة. سجل ماكو عمي. ماكو فرق. سجل باي. كلامي. السيد ستان الله يطول عمره يقول اخواننا لا تقولون اخواننا اهل السنة، قولوا انفسنا بناء على ضوء ما قال المرجع الاعلى للشيعة الامام السيستاني. اهلا وسهلا بكم، تفضلوا بضيافتي. حياك الله. اولا وهاي كلها اخوانكم واولادكم. الله يحفظكم. اما معاناة العراقيين معاناة عامة، انا ما جاي احكي عن طائفة او فئة. العراقيين متضررين من السياسيين من الشيعة والسنة والأكراد. نعم. بدون استثناء. نعم. هناك بعض المصلحين بعض الجيدين السياسيين. الشعب العراقي هاي الحكومة والحكومة التي سبقتها. سجل عمي حكي. مساوئ ما جلبت الخير. ليش؟ المناكثات السياسية هي السبب، لأن كل واحد يدور مصلحة حزبه وطائفته، ما عنده الحس الوطني. المشكلة الحس الوطني ماكو. هسه جاي يحاربون المواطن برزقه، ليش تصعدون علينا الدولار يا سياسيين؟ في يوم من الأيام بالسنة الماضية اسمع الشباب خلي أحكي لكم التاريخ لأن هذا تاريخ يسجل. نزل النفط 20 دولار شهر، رجع حسن 120. ليش باقي الدولار يا رئيس الوزراء يا منه السياسيين يا البرلمان يا حكومة؟ ليش باقي الشعب جوعان؟ يعني هذا الشعب العراقي الأبرار المجاهد المضحي، الشعب جوعان من وراء السياسيين السراق الفاسدين. حشد نظيفين والطيبين بالسياسيين مو الكل، أنا ما أعمم. بعدين هذا الشعب بذمتهم، هذا بلد الخير، بلد النفط، بلد المواد. الماء موجودة بالعالم، موجودة بالأنبار. الدولة الأولى بالعالم الغاز بالأنبار، اليورانيوم بالأنبار. اتقوا الله يا سياسيين بهذا الشعب. حياك الله.